بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. طريقتي في تسدية الخلايا والاستعداد لشهر 12 وما بعده من البرد القارس في المنطقة هذه، نحاول نجهز من الحين، نشيك على الخلايا، نشوف مخزون العسل. راح أرويكم طريقتي استخدمها في التشتية، وهي الحين نحن قاعدين نرتب للخلية الطولية. أريكم كيف الطريقة. طبعا هذا الخيش فوق الخلية، أنا حتى راح أرويكم من داخل شو مسوين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استخدمنا البلاستيك، طبعا هذا الغطاء الداخلي، هذه الخلية من الداخل غطيناها بالبلاستيك كامل. شوفوا النحل بكل سهولة وبكل أريحية تستطيع تكشف ولو على 100 خلية بسرعة وتشوف الخلل بالنظر، إذا في خلل أو في نقصان أو في شيء أو في أي شيء في الخلية أفضل من الخيش. وحافظ للحرارة، يعني ما شاء الله يحافظ لك على تدفئة الخلية من الداخل وعلى درجة الحرارة، غير يوم تفتح الخلية وبطل الخيش وتغير درجات الحرارة على النحل ويهيج النحل ويصير موت. تعرفون الشتاء والمشاكل اللي تصادف النحل في الشتاء. على كل حال هذه هي الطريقة بالنسبة للرطوبة ومشاكل الرطوبة اللي تصير في الخلية. شوفوا شو مسوين، هذا الغطاء أو هذا البلاستيك هو للخلية من الأعلى. من هنا راح تلاحظون في بلاستيك، هذا تشوفون هاي فتحة التهوئة مفتوحة، نقدر نتحكم فيها بالدرجة اللي نريدها. زين، هذه لنزع الرطوبة إذا وجدت في الخلية، تخرج من هنا ومن طرف الهواء البارد أبدا ما يستطيع الدخول للخلية، والأمور طيبة ولله الحمد. ما شاء الله هذه طريقتي، ومن الأمام نفس الشيء، نفس الطريقة اللي رويكم. لحظة شوية راح أرويكم الخلية شكلها من الأمام. شوف الخلية من الأمام، هذه فتحة التهوية، يعني واحدة بس ما نفتح إلا شيء بسيط من الأمام، شيء بسيط. شوفوا فتحة السروح، ضربينها مسمار أو بقان، والبلاستيك لاف حول المنطقة هذه، منا تدفئة ومنا يحافظ الهواء البارد ما يخترق أبدا للخلية. طبعا بعد فترة راح نضيق فتحة السروح. شوفوا الخلية من الأمام، حاطين غطاء برواز تدفئة. برواز التدفئة في الشتاء مفيد جدا. شوفوا النحل كيف منتشر في الخلية، لله الحمد. طبعا نحن هاي الخلية فرزناها فرزة واحدة في 6/11، من بعد الفرزة تركنا كل المخزون اللي موجود للنحل، ربما ناخذ منها برواز أو بروازين ونشوف. ما شاء الله يعني جايب عسل خير بالصلاة على النبي. من فوائد النظام العربي ونظام أبو سلمان الله يحفظه ويحفظ الجميع، أنه الفاروة تكون فيه شبه معدومة، مش منتهية ولكن شبه معدومة، ما لها أي تأثير على الخلية. شوفوا كيف، شوفوا راح أقرب الصورة شوي، شوفوا كيف، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذا الفيديو جواب الواحد من الأخوة سألني كيف تشتي أبو حمدان الخلايا. هذا طريقتي بالنسبة للبلاستيك من سنين طويلة، والحمد لله ما في مشاكل ولا في رطوبة ولا في أبدا من هذا الكلام، كله كله خير الحمد لله رب العالمين.
هذا ما عندي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.